السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الدرس الثاني من موشن بيلدر من قناة بيم أريبيا. موشن بيلدر من برامج أوتوديسك الخاصة بعمل المجسمات وعمل الأشخاص، وسهل جدا في التعامل. يعني على سبيل المثال دي الواجهة بتاعت العمل، هبدأ أختار مثلا الأكتر بتاعي وأبدأ أحطه، وتقدر تعمل سيلكت على أي جزء تختار مثلا إن أنت تعمل له روتيت أو موف أو سكيل زي ما أنت عايز، أو تقدر تعمل السيلكت من هنا وتعدل فيها زي ما انت عايز. لاحظ ان هو ما بيخليش الجزء ده يتحرك لوحده، لا بيحركهم كلهم مع بعض. طيب لو انا عايز دلوقتي اجي هنا من فيور واقول له انا عايز اعمل اوربت، سهل تعمل اوربت. طب انا عايز اعمل موف، تتحرك المنظر نفسه مش الشخص. طيب انا عايز ابدا احرك بالشكل دوت، عايز ابدا اعمل زوم، عايز اخليها تميل بالشكل دوت، كل ده تقدر تعمله. طيب عايز دلوقتي اخرج من الامر، اقول له مثلا دلوقتي انا عايز اقيس، مثلا هقول له كريت رولر من هنا لهنا، تمام. طيب لو انا قلت عايز اقيس تاني هتلاقي دي اختفت وتبدا بقى تقيس تاني. طيب ممكن بقى تثبتها بان انت تقول له سيف رولر، فيبدا سايب لك الرولر اللي انت عاملها. ممكن تقول له مثلا عايز اقيس مثلا من هنا لهنا، فيبدا يعمل لك المقاس وتقدر تسيبها في اي وقت. وممكن تخش على بريفرنس وتختار وحدة القياس اللي انت عايزها، انت عايزها بالاركتكشر ولا بالمليمتر، والصورة قد ايه، والكالر اللي انت عايزه، وهتقدر تختار وتعدل زي ما انت عايز. تمام، فانت تقدر تتحكم في الالوان ديت. لو دوسنا على 2D فهو بيعتبر الشكل 2D، فلما تيجي تقول له روتيت ما بيفهمش، انت بس تقدر تعمل من فوق كده حولها من 3D ل 2D. طب ارجعها تاني ازاي؟ مجرد انت تشيل الامر دوت هتلاقي الحاجة بتتحرك معاك زي ما انت شايف.